يوم من الأيام كانت هي مو موجودة، دخلت للغرفة فتشت فلقيت عندها 2 تلفونات، بهاي التلفونات انترنت فيها وعندها علاقات يعني هواي ولد تحكي وياهم. قلق من ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق ومطالبات بمحاصرة أسبابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من جلساتنا الرمضاني وحصادنا حصاد الأيام. عودناكم بالأيام الماضية أن نتناول مواضيع اجتماعية ولكن بإطار سياسي. اليوم موضوعنا راح نتناوله عن الطلاق، ولكن أي طلاق؟ طلاق الناتج عن الابتزاز الإلكتروني. العراق يشهد تزايد يعني بحالات الطلاق والابتزاز الإلكتروني. المحاكم العراقية مو أول مرة تسجل هذا التكاثر أو هذه الحالات الكثيرة من الطلاق. البلاد تشهد منذ عقد ارتفاع كبير في حالات الطلاق، مما حدا بالكثير من منظمات المجتمع المدني والفرق التي تعنى بالمجتمع بدق ناقوس الخطر ومطالبة السلطات المختصة بإيجاد المعالجات والحلول للتقليل من تلك النسب. نتابع التقرير الآتي وبعدين نفتح محاور جلستنا ويضيوفنا الكرام. سامعين بقصة الحرامي اللي رادوا يعدموه، ايش طلب من القاضي قبل لا يصعدوه على حبل المشنقة؟ كل احنا بطفولتنا سامعين هاي القصص من امهاتنا، يقولون الحرامي قبل لا يتعلق قالهم اريد امي، من جابوا امه عاتبها عتاب شديد وقال لها يوم اللي بقت شكليته من الاسواق لو ما ضحك بوجهي كان ما بقت شغلة اكبر. هاي القصة هي درس شهير، يعني كل شغلة وإلها بداية وأكو حاجز وقبح، إذا انكسر الحاجز تجي البلاوي. هسه شنو علاقة هاي القصة بنسب الطلاق الخيالية اللي دا تصير بالعراق؟ الربط هنا لو من أول مسلسل تركي بدأ يروج للطلاق ويكسر حاجز قبح العلاقات الجانبية والخيانات. كنا واقفين قدامها ونمنع أهلنا من متابعتها، كان وصلنا إلى مرحلة الاحتفال بالطلاق اللي دا نشوفها على الفيسبوك. ولو اكو دولة بيها خير تعجب المواقع المشينة لأعرافنا، كان مصرنا مجتمع فيسبوكي وتفلشت عوائل بالكامل بسبب فلتان الانترنت. لهذا السبب نريد نحكي الآن بهذا الموضوع الخطير. من جديد حياكم الله مشاهدينا الاحبه، وفي هذه الحلقه والجلسه الرمضانيه ارحب بضيوفي الاكارم الدكتوره فاتن الحلفي عضو المفوض العليا لحقوق الانسان، حياكم الله دكتوره، والزميله الاعلاميه منال المعتصم والناشطه المدنيه، حياكم الله منال، وكذلك ارحب بالاستاذ احمد الشهاب الخبير القانوني، حياك الله، وصديق العزيز الاستاذ باسل الشرقي ممثل الحمله الوطنيه لتعديل الماده 57 لحضاره الاطفال، حياكم الله ضيوف الكرام. قبل ان نفتح محاور جلستنا احنا اجرينا استطلاع لاراء متابعي موقع قناة الأيام الفضائية وسألناهم هل تعتقد أن إحدى أسباب زيادة حالات الطلاق في العراق هي مواقع التواصل الاجتماعي وعدم وضع ضوابط محددة لها؟ بالتالي تصويتكم بنعم أو لا أو تتحفون عن الإجابة راح نستطلع هذه الآراء بنسبها المئوية في ختام الحلقة. أبدأ مع حضرتك دكتورة فاتن، حقوق الإنسان لربما اطلعت المفوضة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالكثير من المهام، اليوم نشوف أنه حق الخصوصية واختراق هذا الحق، هسه مرة حق الخصوصية واختراقه من قبل بعض المبتزين ومرة من قبل الأزواج بيناتهم، زوجة تراقب زوجها، زوج يراقب زوجته، وهنا نتحدث عن أسباب الطلاق من خلال ما يذهب إليه أحد الزوجين للغوص في مواقع التواصل الاجتماعي ولربما تشكيل علاقات خارج إطار الزواج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للاستضافة ورمضان كريم عليك وعلى الأخوة والأخت الضيوف الكرام. ما تفضلت به حضرتك حقيقة كل مشخص ودقيق جدا. نحن في مفوضية حقوق الإنسان في الفترة السابقة، تعرف حضرتك في ملف المرأة وملف الطفل من أول يعني أول اهتمامنا هي قضية الطلاق.
والإحصائيات والأعداد لي يعني السنوية والشهرية نتابعها باستمرار، نحصل عليها طبعا أكيد من مجلس القضاء الأعلى، لكن هذه النسب أيضا ليست يعني حقيقية، وإنما ممكن أن تكون أكثر. تعرف حضرتك هناك طلاق ممكن أن يكون خارج المحكمة، لأنه أساسا إحنا لدينا حالات زواج خارج المحكمة، بالتالي أكيد حيكون الطلاق بنفس الطريقة. فإذا هذه الأعداد ممكن أن تكون أكثر بكثير. إحنا عندنا مشكلة في الإحصائيات أساسا في العراق، هذا ما أريد يعني يعني ابتعد عن صلب الموضوع، قضية مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وعلاقتها بالعوائل ومسألة الطلاق. حقيقة اللي مثل ما ذكرنا أن الطلاق بدأ يصبح اليوم آفة، يعني حقيقة هدمت النسيج الأسري لعوائل كثيرة، يعني بازدياد الأعداد اليوم وصلت كل 4000 حالة شهريا ممكن أن يكون بالعراق. هذه طبعا هذه الأرقام كانت غير موجودة سابقا، يمكن كانت من دول الخليج كانت السعودية على نسبة طلاق حسب الدراسات اللي كانت تصلنا. اليوم العراق أصبح من الدول الأولى في قضية الطلاق. هذا طبعا أكيد من خلال الدراسات اللي قمنا بها وقضية الاستقصاء، وجدنا أنه لمواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي طبعا أخذت يعني الأعداد الأكبر والأكثر اللي هي مسببة لقضايا الطلاق. قد تكون المشكلة عند الزوج نفسه أو عند الزوجة، يعني أنا حقيقة طلعت على قضية طلاق كانت أنه الزوجة كاتبة لشخص على مواقع التواصل الاجتماعي منور، فبالتالي الزوج مستاء من هذه الكلمة، وصلوا إلى أنه افترقوا، لديهم أطفال طبعا، وتعرف حضرتك الضحية هنا دائما نقول أنهم الأطفال، الحلقة الأضعف. نعم. طيب هذه الحالات ومواقع التواصل الاجتماعي أستاذ أحمد لما تكون هي العقدة في المنشار، بالتالي اطلاع حضرتك من خلال القضايا اللي تطلع عليه بالمحكمة أو من خلال الباحث الاجتماعي في دور القضاء، ممكن فتحالة غريبة مثل ما ذكرت لنا دكتورة فاتن الحل في بعض الحالات الغريبة، من ضمنها لربما سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو لربما نروح إلى الجانب الآخر المظلم شوي، قضية الابتزاز الإلكتروني وما يولد عنه من تهديم لبنية الأسرة. أشكر قناتكم وقرار لاستضافتي يعني بهذه الحلقة الرمضانية، وأتشرف بأبناء بلدي وأخوتي أضيف الكرام، وأحب أرجع للموضوع يعني مهم حتى يكون أساس لي النقاش والحوار في هذه الحلقة، أنه إحنا ما هي الأسس أو المصادر اللي نعتمدها في القضاء على أي ظاهرة اجتماعية، لابد أن نفد أسس معينة. إحنا الأساس العالمي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى حريات معينة وحريات أساسية وحقوق. أضف إلى الدستور العراقي، الدستور أكيد مواكب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكو قوانين نظمت هذه العلاقات الاجتماعية. قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959-188 رقمه، في ذلك الوقت لم يكن مواقع التواصل الاجتماعي كانت موجودة في تلك الفترة، فأكيد بقصور من هذه الناحية. والدليل أن التطبيقات القضائية مدى تأخذ بالخيانة الزوجية اللي هي أشارت لها المادة 40، أنه لك حق التفريق، الزوج أو الزوجة إلى حق التفريق في فقرتها الثانية في حال وجود الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية جت في قانون الأحوال الشخصية مطلقة، ما حددتها. يعني احنا هاي المشكلة اللي بدنا نوقع بها بالعراق يعني بالمحاكم بصورة عامة، يعني حتى تربك القضاء تربك حتى الأسر هي، يعني انت ما تقدر تعرف انه المادة 41 من قانون العقوبات اشارت انه اكو سلطة، اعطت سلطة للزوج او للأب او لولي الأمر سلطة تأجيلية وفق طبعا ما هو معروف شرعا وعرفا وقانونا، أنطت في سلطة، هاي سلطة يعني أجازت للزوج منع الزوجة من اللقاء بالمحرمين عليها شرعا سلطة، لكن في قانون الأحوال الشخصية ما توسع التطبيقات القضائية ما توسعت بهذا الموضوع، فأوجدت إرباك إرباك طبعا. آخر تعديل عندنا كان 88، والقوانين اللي سبقتها يمكن تصل إلى سنة 69 يعني. نعم، تعديل قانون الأحوال الشخصية
بكل القوانين اللي متعلقه حسب هي اخر عندنا تحديث بالابتزاز الالكتروني وغيرها اخر تحديث تدري انت جنابك حتى ما يعني ما شرع بالدورات السابقه بالبرلمان ارضيه اسباب معينه تتعلق بالاعلام. الفكره اللي اريد اوصل فيها احنا لازم عندنا ضابط او معيار معين لهذه الحالات حتى اني اقدر اقول للزوجه او للزوج مو بالضروره تكون الزوجه هي المسببه، الخيانه الزوجيه تحصل من الزوج ومن الزوجه، حتى اني اقول له انت اكو نص ماده قانونيه ما يجيز لك هذا الشيء او اكو حكم شرعي ما يجيز لك هذا الشيء، هذا ما موجود، لا موجود في قانون الاحوال الشخصيه. طبعا انا اذا سمحت لي طبعا واسهبت واعتذر من زملائي البقيه اكو موضوع جدا مهم. احنا طبعا انت مشكور سلطت الضوء على نقطه مهمه، لكن هذه النقطه هي من اساس سبع نقاط تتعلق بمن بالتفريق اللي دا يحصل في العراق. اما دول الاطار العام للطلاق يعني ربما هو تناولناه في برامج حتى اجتماعيه، ولكن ما يهمنا اليوم هو هذه التقانه والرقمنه. صحيح لكن اكو ربط اكو ربط جدا مهم. طبعا يعني تدري انت مرات يكون اشباع لدى الشارع بسبب تكرار اكثر من موضوع معين، لكن انت ما ممكن تفصل موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واللي تتعلق طبعا بمن بالابتزاز الالكتروني وكثره الجرائم بالاضافه الى العادات السيئه اللي يكتسبها المجتمع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل انه القياده بالسياره يمنعك وجودك على الشبكات مو قد تسبب حوادث ومخالفات مروريه. اضف الى هذا انه انت بعض العادات السيئه انه انت تتحدث ويا شخص معين واذا هو مشغول عنك في يعني في وجوده على تطبيق معين او فهذا كله يولد ثقافات هي غريبه على مجتمعنا، لان مجتمعنا شرقي ويعني اغلب شرقي واسلامي، فما ممكن انه انا اقيده بهذا. فاعتذر من جنابك ويعني قلت لك يعني ما هذا موضوع الحلقه يتعلق بعده محاور من اهم محور طبعا يعني الاثار فاصل جلستنا الرمضانيه سيد احمد. سيده منال جيت ارحاب حضرتك لما اتحدث عن هذا الانفتاح الكبير اتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اصبح يعني علماء الاتصال يقول لك انه الكل اصبح اعلاميين بمجرد انه ينشر منشور او بوست او حتى مشاركه المنشور. هذا الانفتاح ما سبب لنا اثار جانبيه بالتالي عدم وجود ثقافه لاستخدام الرقمنه بالانجرار وراء الهفوات اللي تؤدي لنا الابتزاز الالكتروني. هنا طبعا ابتزاز كثير من الشخصيات سواء السيدات او الرجال يتعرضون لهذا الابتزاز، بالتالي المطر مستوي مثل ما نقول. شنو راي حضرتك بهذا الانفتاح الالكتروني او هذا الانفتاح الاعلامي؟ رمضان كريم عليك وعلى الاخوه الحضور في البرنامج وكل عام بألف خير إن شاء الله. يمكن سبق وأنا وأنت التقينا بحلقة من الحلقات كنا ضيوف وتكلمنا بموضوع بنفس المكان لكن أستطح وأيضا تكلمنا بموضوع السوشيال ميديا وخطورته، وقلنا أنه شقد احنا طالبنا من خلال برامجنا الحكومة أولا أن تكون هي مراقبة للسوشيال ميديا. أصبحنا احنا جالسين بالبيت وحتى لو ما كانوا بأعمارنا وأقل من عندنا أعمار نستغرب لهذه الحالات اللي تصير تعادم عن المبادئ عن الأخلاق، ممكن أن يسببون مشاكل كلش كبيرة وخصوصا المتزوجين، تصير خيانات زوجية مثل ما تفضل الأستاذ. بالعكس طبعا هو أستاذ أحمد هو أكثر من عندنا يمكن ضلع بهذا الموضوع باعتبار أنه هو يعرف القانون وتشريعاته وإلى آخره، وممكن أنه نستفيد كثيرا من عنده، ومشكور حضرتك أنه إحنا نطرح مثل هكذا قضايا. بس لو نرجع اليوم ونشوف الانترنت واستخدامه المقرف، اعذرني من هذه الكلمة، استخدام المقرف، إحنا ما عرفنا شلون نستخدم الأشياء. يعني هاي الديمقراطية وهذه الحداثة اللي دخلت علينا على العراق إحنا استخدمناها بشكل خاطئ، بدليل أنه تلاقي الرجال كثير من الخيانات. وأنا أسأل المحامين والقضاة يقولون كثير دا تصير عندنا مشاكل طلاق بسبب الخيانة، حتى السيدات حتى المتزوجات باعتبار أنه هناك أسباب للخيانة طبعا للزوجة وحتى الزوج، لكن بكل الأحوال أنه الانترنت سبب لنا أبء أيضا حتى بتربية أولادنا حتى بتنشئة جيلنا القادم. ما إذا ذكرنا الأسباب سيدة منال هل نعتبرها مبررات ووجود ذرائع لمستخدمين الإنترنت بشكل سيء؟ اليوم أنا وأنت وحتى يمكن الأخوة ما أصبح هي الأم والأب الجد والجدة والعائلة المحيطة هي المربية الوحيدة، أصبح الإنترنت هو المربي وبعدين عمود يمكن يسمعون من الأم والأب أو ما يسمعون، وهي كارثة أبدا ما لها علاقة. زين هذا فضاء واسع كاذب، ممكن في جرائم كثيرة تصير من عنده. لو كان أكو مراقبة حقيقية، وهذه المطالبة طلبناها أيضا للمسؤولين على هذا الموضوع ما شفنا من عندهم أي
نتيجة صراحة. نحكي نقول حتى الدكتورة ذكرت هذا الموضوع قبل لا ندخل للحلقة، ولا أعتقد أيضا مو من مصلحتهم أنه تكون الانترنت هو مراقب. مثلا في دولة الإمارات العربية ممكن تزرتوها، أنا زرتها في مرة من المرات، ما أقدر أدخل على أي موقع، ما أقدر أستخدم أي موقع، ما أقدر أتصل من أي موقع. أنا داخلي هنا يعني استغربت، نفس الوقت كنت كل سعيدة، قلت الله أتمنى هاي الأشياء البسيطة تتنفذ ببلدنا، لأن يعني تكون أكو مراقبة، ما راح تقدر أنت تكون مقيد وين استخدمت، راح تستخدم بالشكل الصحيح. زين موضوع الخيانات، زين هذا الانترنت، عفوا الطلاقات، الانترنت إيش قد فضاء واسع اللي يحطون صورتهم، اللي ممكن يهيئوا لك للزوج او حتى الزوج الرجل والمرأة الصغار بالعمر انه هذا احلامه وفتى احلامه والى فتى احلامه والى اخره، وهو كله كذب. مع العلم انا اعرف كل زين انه الشرطة المجتمعية كلش هوايدة تتعب، وده تتعب هي أكثر وحدة قاعد تتعب مع منظمات المجتمع، أكثر اثنين. بعدين يلا يجيهم دور الإعلام، والآن أنا دا ألاحظ الإعلام إلى واقفة بهذا الموضوع. أتمنى هذا الشيء إحنا نظل مستمرين به لحد ما يشوف لنا حلول. تفضل الأستاذ أحمد، قال إنه هناك لازم أكو حلول ولازم أكو أشياء وأسباب، إحنا نوقع العلة مثل ما يقولون حتى نقدر. طيب. إنه أكيد نجي عليه خلال هاي الحلقة، وأثنى على كلام حضرتك باعتبار إنه حتى منظمة الصحة العالمية يعني أضافت إلى مثلث التنشئة، قبل مثلث التنشئة يتكلم عن الأسرة والمدرسة والمجتمع. برافو عليك. أضيفت وسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا والسوشيال ميديا بصورة عامة، أضيفت كمرتكز أساسي لهذه التنشئة باعتبارها فاعلة في هذا الموضوع. أستاذ أحمد، أستاذ باسل، لما نتحدث عن التفريق والحالات الطلاق اللي انتشرت بالمجتمع بنسب كبيرة حسب ما طلعنا عنها، أسبابها هي كانت سوء استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي من جهة، أو لربما الابتزاز الإلكتروني من جهة أخرى. هذا الموضوع إذا ما حدث بين الأزواج، يعني شو المشاكل البعدية اللي راح يسببها؟ هنا نشير إلى أنه الكثير من حالات الطلاق لربما تكون طلاق إيجابي، اختلاف الرؤى في الأمزجة غيرها، يتم الطلاق والتفريق ولكن العلاقة ما دام وجود الأبناء تمشي بصورة طبيعية. ولكن لما يؤطر هذا الموضوع بالخيانة والخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل من الممكن أن تسير الأمور لمصلحة الأطفال بعد التفريق؟ أستاذ أحمد، أنا أشكرك مجددا على هذه الفرصة الراقية حتى نلتقي بالسيدات والسادة الحضور ونلتقي بمشاهديك الكرام ونتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا. بحكم تجربتنا احنا بالحملة الوطنية تعديل المادة 57، واحنا على احتكاك مباشر بالعوائل العراقية في عموم العراق، موضوع السوشيال ميديا الحقيقة هو موضوع مهم، لكن هو كدافع لحالات الاختلافات والتفكك الأسري، لكن بالنتيجة النهائية اكو فد منظومة قضائية هي اللي تتوج هذا الخلاف بمكان ما تصلح هي ده تخرب الموضوع. هناك خلل بالنص القانوني، نص قانوني قديم ومتهالك ومهترئ، اذا احنا بحاجة الى تعديل النص القانوني القديم اللي ما يواكب هذه التطورات اللي جزء منها التطور اللي صار بالسوشيال ميديا. اضافة الى ذلك احنا عندنا تطبيقات قضائية تصير بنفس النهج ايضا تصب في انه خلينا نقول تضيف البنزين على النار. بمعنى هسه احنا عندنا مثلا مشكلة بسيطة بين اي اثنين سواء سببها السوشيال ميديا او غيرها، الضابط الاخلاقي منه، مصدر المعلومة الاخلاقية كان منه، كان الاسرة الاب والام. صح. الان ما لهم دور. صحيح. المعلومة منين يجيبوها الاخلاقية؟ يجيبوها من السوشيال ميديا، حسابات وهمية. صح. ناس مغرضة، ناس مستفيدة. فعلا. اني استفيد من خلافهم، انا اريد اعمق الخلاف. شوف هسه اي وحدة من اخواتنا مثلا تطرح مشكلتها الخاصة، وهذه طبعا هذا خطأ كبير على السوشيال ميديا، لما تلاحظ التعليقات فدمين تعليق 99 تعليق. صحيح. فليش دمر لا تتصالحين وياه، هاي ما لها حل، يعني اي منشور لا يعني لا على التعيين. وهذا حتى قبل السوشيال ميديا، مسلسل الحج راضي تحت مسلسل حلاق ايضا بالصف لما يتعاركون قال له مو انا مرتي وما تخليني لا 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 قبل فاذن هذه قبل كانت تلجا الابوها الامها، لا اكو حالات جدا راقيه من يزعلها تلجا الاهله واهله ما ينطوا الحق، هاي قبل. ايوه. هاي اختفت الحاله. هسه اذا تاخذ المعلومه حتى المعلومه القانونيه اليوم استاذ احمد مختص وقاعد يمنا، الحقيقه لو يلجؤون استاذ احمد ولنظرائه احنا بخير، قانونيه اكو خبراء يلجؤون الى سماسره تفكك اسري.
سماسرة تفكك أسري موجودين على السوشيال ميديا بأسماء وهمية من مصلحتهم ادخلي لي خاص أنا أعلمك إلك 1 2 3 4 5 الحالة الزوجية قائمة. يعني خلينا نكون واضحين، اليوم المرأة من هي زعلانة من زوجها ودخلت على السوشيال ميديا وقال لهم، هي ما عندها معلومة، ترى أنت تقدرين تسحبين أثاث الزوجية، صدق؟ بعد ما نطلقه تقدرين تاخذين مؤخر، تقدرين تاخذين اطفالك، تقدرين تاخذين نفقات اطفالك، حاله زوجيه قائمه استاذ احمد. صحيح. ويعرفون السيدات والساده. زين بالله عليك هسه هي اخذت هذول كلهم، ايش بقى من الحاله الزوجيه؟ ما بقى شيء. بس بقى التوقيع، يعني كانه الموضوع تهيئ من خلال قانون قديم، من خلال مجتمع الضابط الاخلاقيه اللي غابت، الى انه هاي العائله لازم تتفكر. طيب. هي وغيرها وغيرها. خلينا نروح للغة الأرقام حتى في المحور الثاني من جلستنا نتحدث بهذه اللغة شوية. الزميل كرار حضاب قدم لنا تقرير الانفوغراف، نتابعه ونكمل جلستنا رمضانية. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصدر إزعاج يهدد الحياة الزوجية ويفجر المشاكل ما بين الزوجين، البعض منها وصل إلى المحاكم والكثير منها انتهى بالطلاق. مختصون يؤكدون وجود علاقة ارتباطية ما بين الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي وبين الارتفاع غير المسبوق بنسب الطلاق. أهم المشاكل التي يثيرها هذا التعامل مع تلك المواقع، فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ظهر مصطلح الخيانة الزوجية وبدأت تظهر سلوكيات غريبة على المجتمعات العربية. تشير هذه الدراسات أن النسبة في العراق الذي شهدت ساحات محاكمه الشرعية حالات طلاق مماثلة، والسبب يعزوه البعض للتكنولوجيا الحديثة التي دخلت إليه بالسرعة المهولة، فما يجري بين الأزواج أشبه بالمغامرات الإلكترونية. بالحديث عن سبل كبح هذا التصاعد المتزايد في معدلات الطلاق الناتج عن تغيير الطبائع الثقافية والمجتمعية وإقحام الثقافات الغريبة والغربية، باتت كمن يدس السم في العسل. رجعنا لكم مشاهدي الأحبة، وجدت ترحاب بضيوفي الكرام دكتورة فاتن والزميلة منال والأستاذ أحمد والصديق باسل. نتحدث هنا في هذا الجزء عن حالات الابتزاز الإلكتروني. دكتورة فاتن، يعني هل اختصت فقط بالسيدات باعتبار أن المرأة اليوم لا نقول بالحلقة الأضعف، وإنما لربما المجتمع هو من يضعف دور المرأة، فيعني مرات المجتمع ميال إلى سماع الفضائح وسماع هذه الابتزاز، أما أن الموضوع لم يكن حكرا فقط على السيدات، أيضا الرجال قد تعرضوا إلى الابتزاز، خصوصا من يشغلون بعض المواقع المهمة أو المواقع المميزة. نعم، حقيقة من خلال تواصلنا ويا الشرطة المجتمعية مثل ما تفضلت ست منال، لهم دور جدا كبير في حل كثير من هذه المشاكل وسرا حقيقة. أكيد أنه الرجال أيضا تعرضوا لقضايا الابتزاز كما النساء. المشكلة تكمن في ضعف الشخص نفسه، يعني حقيقة يعني أنه هذا رجل أو هذه امرأة، لا، أنه ضعف الموقف أو الطريقة اللي يستخدمها المبتز حتى يضعف هذه الشخصية ويستطيع أن يأخذ منها صور، يستطيع أن يأخذ منها أدلة أنه ممكن يعني يبتزها بها. أغلب الأمور هي طريقة، يعني الغرض منها الابتزاز المادي طبعا، لكن مع الأسف وصلت إلى أمور أخلاقية، لا أخلاقية عفوا. طلبت من هؤلاء النساء، المرأة اللي تكون حقيقة قوية تلجأ، هنالك رقم خط ساخن في وزارة الداخلية لقضايا الابتزاز، وهنالك اهتمام كبير في هذا الموضوع. أنا على تواصل مع وزارة الداخلية، لكن مشكلتنا ثقافة الشكوى لدى نسائنا ضعيفة جدا بحكم الأعراف والتقاليد، والمجتمع يحكم أنه صعبة، أنه هي خطأت أساسا، وبالتالي ممكن أنه تخبر عن خطأها تجد هذا شيء يعني صعب جدا. لكن هنالك حقيقة فتيات أخذتهم الشجاعة وتواصلوا، ودائما وزارة الداخلية حقيقة والجهات الأمنية تؤكد على أنه هنالك سرية في التعامل والتعاطي مع القضية للفتاة، تعرف بحكم أنه ممكن أنه يعني سبب لها مشاكل مع أهلها وذويها، وحالات كثيرة استطاعوا القبض على المبتزين.
من ضمن الحالات اللي مثل ما ذكرت حضرتك ممكن الرجال، رجل 60 يعني أذكر ابتزت أحد الفتيات، يعني طلبت منه أنه في صور لوضع يعني حقيقة صعب، وكانت تبتز أنه ممكن هذه الصور تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا كان الهدف مادي طبعا. الرجل اضطر أنه يعطيها الأموال اللي تريدها، وبقت تستمر إلى أن وجد أنه من الصعوبة أن يستمر يعطي هذه الأموال. هذه المشكلة أكثر الدوافع مثل ما ذكرت لحضرتك هي مادية أو أمور لا أخلاقية، بالتالي هي مشكلة كبيرة جدا تهدد نسيج مجتمع بأكمله. اليوم احنا حقيقة نقف أمام مشكلة أنه التشريعات مثل ما تفضل أستاذ أحمد، احنا أمام مشكلة في التشريعات، يعني احنا اليوم يتعاطون مع قضية المبتز بالتهديد مثلا، يعني هو مادة قانونية على التهديد أو على التحريض، أو يعني احنا ما عندنا قانون خاص بقضايا الابتزاز مثل ما قوانين كثيرة غير مشرعة، مع انه احنا نحتاج هذه القوانين باعتبار هي اصبحت ظاهرة اليوم بالمجتمع. احنا ما اليوم امام قصة فردية، اليوم احنا امام ظاهرة تهدد مجتمع، ويجب حقيقة ان نوائم تشريعات دولية، ولدينا اتفاقيات دولية مصادق عليها العراق لحماية المجتمع، يجب أن نوائمها مع تشريعات محلية في العراق. لكن تعرفون إحنا المشكلة أنه صعب أن يمرر قانون بسهولة في مجلس النواب باعتبار تجاذبات سياسية وأمور كثيرة، لذلك ترى هذه الأمور اللي خاصة بالمجتمع أكثرها معطلة. طيب أستاذ أحمد، يعني لما نتحدث عن عدم وجود التشريعات الصريحة بالابتزاز الإلكتروني، بالتالي هذا الموضوع راح يسبب لنا عدة تعقيدات. واحدة من هذه المظاهر والتعقيدات هي الطلاق بسبب ابتزاز إلكتروني، مرحلة أخرى لربما يوصل الموضوع إلى القتل، يوصل الموضوع إلى الأعراف الأحكام العشائرية، تعاطي المخدرات، لربما الانسجام أو السير بطرق خاطئة باعتبار أن المبتز ليس في كل أحوال يبتز ماديا بل يبتز أخلاقيا. بالتالي التعقيدات والمشاكل المجتمعية اللي فرزناها عدم وجود قانون يضبط هذه الحالة. والله يا أستاذ، يعني مثل ما تحدث الدكتورة، يعني أنه نقص التشريع هو السبب الرئيسي لكل هذه الحالات. لو كان أكو تشريع خاص ما يتعلق ب يعني هذه الظاهرة، ممكن يعني هسه تدري أنت الحسنة الوحيدة اللي يقوم بها المجتمع هو عدم إظهار هذه الجريمة على العلن. يعني أكثر حالات الطلاق اللي تصير عندنا مخالعة شنو؟ استر عليه واستر عليك، ما قدروا يعني هسه تلاحظ قلت لك يعني نسب حالات الطلاق أكثرها مخالعة. المختصين يعرف السبب شنو، الغير مختص يقول لك لا الرجل هو ما يريد يخسر فتشي، ما يريد يعطي المرأة حقوقها، ما يريد يعطي المرأة حقوقها مقابل انه تتفرق. زين انت ما سألت عن سبب التفريق، سبب التفريق انت تعرف كل شيء له اثر، عدم وجود تشريع ينظم حالة معينة، حالة اجتماعية معينة او فتشي في هذا المجتمع اكيد راح يولد جرائم، ومن ضمنها جرائم الابتزاز الالكتروني وغيرها. احنا يعني للأمانة أني حتى في بيت الشعر اللي قلت لك إياه، بيتين الشعر، إنه أنا أبعد ما أكون عن السياسة، أنا رجل قانون وما أحب أخوض بالسياسة نهائياً، لكن من هذا الباب بما إنه أكو علاقة وثيقة بين السياسة وبين القانون، حتى سابقاً كان يسموه كلية القانون والسياسة، مضطر إنه أحكي بالسياسة، إنه أكو عجز في تشريع ال الحالات الاجتماعية مثل ما تفضل الدكتورة اللي تتعلق بالمجتمع. السبب شنو ما نعرف، يعني هسه أبسط حالة إنه حالات الابتزاز الإلكتروني دا يصير عندنا وعلى ضوء هذا يصير التفريق، يعني لا القاضي يقدر يتدخل، يعني تدري هاي أمور شخصية، مو يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما دفع شيء يقول لا يجوز تدخل بشكل تعسفي في الأسرة، فلا مسموح له بشكل يعني اتفاقيات دولية ولا مسموح له هو كتطبيقات قضائية التدخل. إذا ما قدام خيار القاضي غير شيء يسوي، يفرق حتى لا يعني تقول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، قد تكون مثل ما تفضل جنابك حالات انتحار وغيرها، لأن الأمر سبب شنو؟ أحيانا عدم التفريق أيضا يفاقم المشكلة باعتبار أن المسألة مرتبطة بوقت، لما يطول الموضوع باحث اجتماعي وروح وتعال والأسرة تتدخل وما حد يقدر ينفذ إلى المشكلة الحقيقية، بالتالي طولة القضية ونظرها تحت أنظار المحكمة
لربما ايضا يفاقم المشكله، ما يكون هذا الحل. احنا قلت لك اني للامانه يعني من اجي اني هسه اريد اشرع لك في نص قانوني اصطدم بمن؟ اصطدم اولا بالايديولوجيه الموجوده بالعراق اللي هي مجموعه قيم وافكار وتقاليد تعلق بمجتمعاتنا الشرقيه، واصطدم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، واصطدم ويا الدكتوره بالمنظمات اللي هي تطالب. والدكتورة أيضا وضحت المصدر الأول والأهم والتجاذبات السياسية الحقيقي اللي هو مجلس النواب. هو من مجموعة من الكتل والأحزاب، ومثل ما تفضلت حضرتك هي أفكار مختلفة وأيديولوجيات مختلفة، فبالتالي تجاذبات هذا يحدث. هذه هي المشكلة ربما، ولا بقية المشاريع هي أدراج أروقة مجلس النواب. طيب في هذه المعادلة تحدثنا عن حقوق الإنسان وتحدثنا أيضا عن الوضع القانوني، فالحالة الاجتماعية ست منال، يعني أحد الأصدقاء من مصلحي الهواتف النقالة يقول شخص جاب لي تليفون قال هذا صلح لي إياه. يقول أخذته فتحته لقيت بمبلغ من المال ورقة مكتوب عليها يا ريت تبلغ زوجي إنه هذا التليفون يصلح وهذا المال إلك. من وجهة نظرك كناشطة اجتماعية وإعلامية هذا إيش راح يتصرف؟ هاي مشكلة. يعني هو موقفه خطية لا يحسد عليه بصراحة. زين هو يعني ما يعرف شنو الموضوع. زين يصلحها حتى يحل مشكلة، لو ما يصلحها حتى لا تصير مشكلة هو ما راح يعرف شنو الموضوع. لو هي واضحة أكثر كان أحسن، لكن هنا أنا أشوف شلون لجأت لأبو الموبايلات بس في سبيل انه تحل المشكله اللي ما نعرف هي شنو، هي ما ذكرت شنو المشكله. هو في حسب تحليل القران اللي فهمته انه يعني اكو مشكله وكسر موبايلها لكنه يريد يصلحها حتى يوقف على بعض النصوص اللي مراسله او غيرها. بالنتيجه يعني موقف راح يكون ليس موقف من مصلح التليفونات بقدر ما هو المصلح الاجتماعي. صحيح مشكله. احنا شبابنا بالعشائر يقولون ترى هذا العقاب متروس اوبر وخيوط. اي والله زين الشباب وولدنا وبناتنا من يفتقون يقولون فدق احنا نجيب عشايرنا بعقلنا نخيط هذا الفتيل. شوف اقول لك هذا اليوم هذا هم كن على ثقه، احنا كلش افتقدنا هذه المجالس، افتقدنا وجود الكبار في السن اللي هم الاجداد الاباء الامهات، افتقدنا قعدتهم، افتقدنا حكمهم، افتقدنا انه احنا شلون كنا دائما نلجا لهم وهم اكثر حكمه واكثر درايه واكثر حرصا وخوفا علينا كجيل ومن بعدنا هاي الأجيال. قلت لك المشكلة أنه الأنترنت هو أصبح هو المربي مثل ما ذكروا حضراتهم، أنه أيضا مجلس النواب أصلا ما بالة ولا يمة ولا مهتم بهذه القضية، مع العلم هي قضية ما ماشيين حالة تفكك أسري زين ولا يمهم أصلا، هم ملتهين بأمور أخرى، هم أصلا بداخل مجلس النواب هم منفصلين، هم ما عارفين يحلون مشاكلهم. طيب مشاكل بيقول لك الأستاذ هنا وكثر من المحامين ومنظمات المجتمع أنتم تعرفوهم المسجلة، المنظمات مجتمع اللي هم معروفين بالأسماء دكتورة فاتن وأيضا حتى حضرتش تعرفيهم. يا أخي تعالوا استعينوا بهم إذا أنتم إذا تريدون تحلون قضية تعالوا وقعدوا، شنو المشاكل اللي عندكم؟ شلون نقدر نحل هاي القضية؟ نحل لكم هذا القانون، نشرع لكم هذا القانون إذا ما عندنا هذا التشريع. بس هم ما بالهم ولا يمهم. زين ما فكرتوا بأنه أنتم المرة راح تقودون أي بلد وأي مجتمع؟ إذا دور منظمات المجتمع المدني في بقية الدول المتقدمة والمتحضرة حتى تكون المنظمات شريك في القرار السياسي. السلطة الخامسة. لكنه اليوم إحنا ننظر بالضبط، كانت السلطة الرابعة على الإعلام، فالسلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني. اليوم ينظر إلى نظرة دونية المنظمات باعتبارها منظمات تعتاش على نفع من الآخرين. نعم. وغيرها وغيرها. بس هو احنا اكو منظمات نعرفها كل الزين سوت هيك واساءت لمنظمات اللي هي فعلا دا تشتغل. نعم. فعلا هي كفوءة فعلا عندها سي في وقدمت. زين ليش مو اني وياك وبقية الزملاء وبقية الاخوة لما نريد نروح نشوف المقاطع من منظمات مجتمع بالاستعانة مع الانترنت ومع الاعلام نلاقي ينزلون مواضيع مهمة هادفة توعوية للشباب بطريقة جميلة بطريقة حداثوية، ممكن ايضا هذه حتى تغير سلوك الشباب تغير سلوكنا احنا حتى الرجال. اما موضوع انه تقول اليوم حتى الاعلام له دور كلش مهم، بس احنا كاعلام كمنظمات مجتمع مدني وايضا حتى المحامين والاخوة المحامين والقضاة لازم يظلون يضغطون على السلطة التشريعية من خلال هذه الجلسة، يعني اللي دا استشفى او اللي دا اصل له انه ممكن لو هذا التشريع ينفذ ممكن يحل النباب. هو بيه طبعا عدة جوانب كل شو هذا الموضوع ما يخلص يمكن لو نحكي بيه للصبح، بس هذا واحد من الابواب المهمة حتى اذا يقول لك القاضي ما يقدر ما يفرقهم. يصير النص
ما هي المشكلة، هاي مشكلة. إذا ماكو أبديت على الموضوع، إذا إحنا بحداثة 2022، فإن شاء الله راح نتعامل مع هذا الموضوع. قبل كم يوم هم كانت في حلقة من الحلقات وذكرنا هذا الموضوع وجابوا نسبة والله ما حفظتها للأمانة كلش كبيرة خلال هذا الشهر الفات بطلاقات. نسبة الطلاق خلي أفيدكم بيارات والله. إحنا بالشهرين الأوليين اللي هم آخر شيء الإعلان ما نس القضاء الأعلى، شهر الواحد وشهر الثاني 12301 حالة طلاق. لا يعني تقسم هذه 12301 إلى محورين، المحور الأول اللي هو محور تصديق الطلاق الخارجي يصل إلى بالشهرين 8000 حالة طلاق. صحيح. فالمحور الثاني هو 4000 كسور تفريق قضائي، هذا بأمر القاضي. أنا عطفا على كلامك، يعني أنا عندي يعني فد لوعة تجاه بعض منظمات المجتمع المدني اللي استغلت هذه السلطة الخامسة اللي تفضلت بيها. البعض وليس الكل أخذوا السلطة أكثر من قدرهم، عندهم ماكو ضابطة تحكم هذا الموضوع، يعني عملهم وطبيعة عملهم. مع الأسف الكثير البعض من عندهم استفادة من تزايد حالات الطلاق على اعتبار أنه يأخذون إعانات على عدد حالات المطلقات اللي عندهم. أي والله يا ريت. إذا حلينا هاي المشكلة هم رزقهم راح ينقطع. إضافة إلى ذلك باعتبار تخصصنا إحنا بالحملة الوطنية تعديل مادة 57، أكو حالة إنسانية استغلوها مع الأسف الشديد. إحنا نريدهم هم يكونوا طرف من الحل، هم صاروا طرف من المشكلة. أكيد. أصبحوا ينظمون اللقاءات بين العوائل، والتوصية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى وبإشراف قضاة أنه لازم تكون هذه المشاهدة وهذا التنظيم مجاني. مع ذلك يأخذون بدون وصولات 5000 من كل طفل يحضر في عملية المشاهدة. وأنا أريد أشير هنا إلى نقطة مهمة، موضوع المكتسبات اللي دا تروح على أساس أنه هي للمرأة، هذا كوهم. ينطوها راتب مطلقة إذا ما عندها راتب، ينطوها نفقة والحالة الزوجية قائمة، ينطوها نفقات الأطفال، تقدر تكسر خشم الرجال عذرا للمصطلح أنه تأخذ منه عنوة تعتبر خاطف على حسب قانون العقوبات. هذا الهدف هو خدمة الأسرة أو خدمة الرجل أو المرأة أو خدمة المصالح الشخصية لهذه المنظمات. بعض المنظمات يعني تسعى إلى تعميق هذه المشاكل وتسعى إلى منع أي حل من هذه الحلول تفضلت بها. ليش؟ لأنهم استفادة ماديا، باب رزقها، باب رزقها تحتاج على الأزمات، وبدون ضابط رقابة بدون إشراف من الدولة أموالكم منين تجي. تفخر بعض المنظمات انه انا عندي 3000 مطلقه انطيها اعانه، طيب انت ايش قد بيجيك انكم، ايش قد تنطي اوت كم للمطلقه، ما معلوم. الدوله نقدر نحكي عن الابتزاز، حكينا على الابتزاز داخل الاطار الزوجي، طيب الابتزاز من خلال هكذا منظمات تسعى الى جانب التهديم وليس جانب البناء. طبعا ايضا سيكون هناك ابتزاز طبعا لما يسعون الى اقرار قانون اللي هو الكثير من المثالب بقانون الحمايه من العنف الاسري اللي هو اساسه قانون لبناء شيلترز مأوى للمعنفات. الملاحظات القانونية، الملاحظات الدستورية عليها كثيرة جدا من أول مادة إلى آخر مادة. صار لهم 10 سنوات يطاحون نفس المقترح بنفس المثالب بنفس الشكاوى عليه، لأنه الغرض من عنده أنه يأسسون إلى مأوى إلى ملاجئ للمعنفات بكل أنحاء العراق. تخيل جنابك هسه إحنا بدنا نحكي عن إعانات، عن مأوى، عن يأخذون أجور استضافة مشاهدة بين أفراد الأسرة الواحدة. يعني أب يريد يشوف أطفال الثلاثة يدفع 15000 والأم تدفع 15000، هاي أسرة واحدة. بس الفلوس مو قد مشكلة، مشكلة المأوى. لا لا سيكون المشكلة تدري سيكون بهذه النزاهة أم أن الابتزاز راح يكون حاضر في هذا الجزئية. لأن هذا دافع لهم أنه يبقى الحال على ما هو عليه. انت جنابك تفضلت قلت المفروض يكونون هم جزء من الحل، هم هذول بالذات ما راح يكونون جزء من الحل ابدا. ليش؟ لانه الدوله دورها غايب. لو كان لكم شان بالاسره العراقيه عدلوا قانون الاحوال الشخصيه، فعلوا اتفاقيه حقوق الطفل. لازم تدخل الدوله بالميدان بكل ثقلها، يعني مع احترامي المنظمات المحترمه اللي ما تعتاش على هذه المشاكل اوكي لا بأس انه تساعد. نرجع لموضوعة الظروف، الحروب اللي مر بها العراق من صفحات متعددة، كان اخرها داعش، لربما يعني
يعني أحدثت ما أحدثت ببنية المجتمع العراقي، غياب الهوية الوطنية، انتشار حالات الفساد الإداري، تراجع القيم الإنسانية والتربوية، كل هاي الأسباب تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق داخل الأسرة العراقية، بالتالي ولد مظاهر اجتماعية خطيرة جدا تهدد البنية المجتمعية. خلينا نشوف تقرير الزميلة نهى الشمري وبعدين نكمل الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. لم يكن اتخاذ قرار الطلاق أمرا يسير، لكن بعض المحطات التي تجبر كل من الزوجين للوصول إلى هذه المرحلة، فتعددت أسباب الانفصال وازدادت تبعا لمتغيرات الحياة. أما اليوم في عصر التكنولوجيا قد يبدو الأنترنت من الأسباب لربما تعد الأساسية، فهذه إحدى الحالات التي وصلت لنا ترويها أخت الزوج. عن وين أروح لأهلي؟ مرات أشوف أخوي موجود أو ما موجود، لأن هو دوامه يعني ما متواجد دائما بالبيت، فألاحظ إذا هو ما موجود تحركات مو طبيعية، أسمعها تسولف بالغرفة مالتها. فيوم من الأيام كانت هي مو موجودة، دخلت الغرفة فتشت فلقيت عندها 2 تلفونات، وهاي التلفونات انترنت بيها وعندها علاقات يعني هواي ولد تحكي وياهم، ومو بس حكي يعني حتى تدزلهم صور. مرام اسم مستعار للزوجة الخائنة، هي لم تكن الأولى التي اتجهت نحو متاهات شبكات التواصل الاجتماعي، إذ جعلتها فريسة سهلة للولوج بهذا المسار الخاطئ، وبالتالي تشتت الأسرة التي كانت تنعم بالهدوء والاستقرار. فتعدد العلاقات بغياب الزوج هو فعل لا يبرره سبب، والنتيجة كانت الانفصال ومصيرها المجهول. أخوي من عرف طبعا تأثر وانهار، ويعني ما تحمل وظل يضربها، فإحنا لزمناه طردتها. من رحنا لأهلها، أهلها تبرعوا من يمها لأن شافوا الصور وشافوا الحكي مالتها وطلقها وجهالها يمنا. فالتكنولوجيا وعصر الحداثة سلاح ذو حدين، ضررها لا يمحي نفعها إن أحسن الاستخدام باتباع المعايير الأخلاقية المجتمعية، أما الطلاق فهو أولى خطوات ضياع الأسرة. إحنا ما نعرف عنها أي شيء، وهي باقية عدعمها عايشة، بس أهلها ما يريدوها ولا أطفالها عندنا طبعا، وبعد ما حد يريدها لأن عرفوا شنو هي، فسمعتها صارت مو زينة. إذن تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، أما مرام فهي من آلاف الحالات التي تشهدها المحاكم العراقية يوميا، فالطلاق أصبح ظاهرة تنذر بخطر يهدد الأسر العراقية تنضوي تحت ظل الانفلات الأخلاقي الذي أنخر جسد المجتمع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا في الجزء الاخير مشاهدي الاحبة، وجدت ترحاب بضيوفي الاكارم في هذه الجلسة الرمضانية، حياكم الله. دكتورة فاتن، يعني خلي نتفق على حالة معينة، بانه من غير المعقول ان نقترح في نهاية الجلسة انه مواقع التواصل الاجتماعي رغم هاي سلبياته لازم نلغيها، لازم نتواصل، لازم ننقطع عن العالم الخارجي، بالتالي هذا الحل مو هو الحل المثالي. بس لكن خلينا نركز على الجانب الايجابي اللي تتيحه هذه المواقع من نصائح، من جروبات لربما تعتبر تربوية توعوية تثقيفية، حتى هذا التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء لربما ينتج لنا حالات تحسن هذه الأسر وتقوي العلاقة سواء بيناتهم أو تقوي من الدوافع النفسية وتخليهم يحسنون الاختيار بمن يقترنون. كيف تنظرين إلى دور هذه المواقع وفي بناء العلاقات الاجتماعية؟ يعني أكيد هنالك يعني مواقع تعطي صورة إيجابية، مواقع محتواها جيد ممكن أنه يطلع عليها المرأة والرجل أو حتى الطفل، أكيد أنه راح تخدم هذه الأسرة. المشكلة اليوم إحنا حقيقة في الأسرة، وكيف ممكن أن نوجه يعني حتى الزوج ممكن أن يعني حقيقة يكون إلى دور كبير في أنه ما تختار زوجته من مواقع، كيف هو مو فرض، وإنما حتى تكون العلاقة طيبة بالتراضي. يعني أنا هذا الحقيقة اللي طلعنا عليه الآن، أنه هذه الزوجة اللي كانت يعني بدون زوجها وتتواصل، يعني هذه الحالة ما ممكن الرجل
رجال كثيرين حقيقة مثل هذه الحالة، هم خانوا زوجاتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. إذا الاستخدام السيء، واجب الأسرة حقيقة أن توجه أفرادها، الزوج يوجه زوجته، وحتى الزوجة ممكن أن تتكلم في اختيار المواقع الإيجابية والموجودة كثيرة لدينا الآن. مشكلة أن هنالك جروبات مغلقة، هذه الجروبات للنساء، أطرحي مشكلتك وإحنا نجاوب على هذه المشكلة، ومثل ما ذكروا الأخوان يكون الحل سلبي يمكن 99% هو يعطيها الرأي السلبي. كانت هذه القنوات قنوات رصينة وجروبات رصينة وبها الناس المتخصصين، يا ريت شنو من الممكن أنه تفيدنا يعني الموضوع. حقيقة مثل ما ذكرت لك، يعني أنا نبدأ من أنفسنا، يعني الأسرة هي اللي يجب أن تتحكم، لأنه ما نستطيع أنه نطلب مثلا من هيئة الإعلام أنه تدخلوا والغوا الموقع الفلاني والغوا الموقع الفلاني. ممكن يا مواقع مصر شخصية. موجود دكتورة بمصر موجود، وأحد المواقع مواقع شخصية، أحد المواقع تسببت بهدم الكثير من الأسر بمصر، وبعد انغلقت خلت انغلق حضرتك نخلص منها. المنظمات هي هدامة، وأنا طبعا أنا أيد جدا هذا الطرح، وأنا ذاكرت في أكثر من محفل أنه فعلا أنه هذه المنظمات بالمناسبة لديها مواقع وصفحات لغرض هذا التهديم، لأنها تحتاج على الأزمات، خالف لأنها مرتبطة بمنظمات دولية، وأقولها وأنا مسؤولة عن كلامي ولدي التفاصيل بالأسماء وبالأرقام، وذكرتها لجهات حكومية معنية ومختصة، لكن مع الأسف لأنه هم حصانة لديهم دولية وهم منظمات محلية عراقية، وكل المنح تأتي لهذه الأسماء. من أعطاهم الحصانة عليها؟ هل جانب ربحي لجوانب طبعا جانب ربحي المجتمع، يعني كل هذه المنظمات أستاذ أحمد، خليني أطرح موضوع مهم يا ريت يسلط عليه الضوء في كل البرامج لحماية المجتمع حقيقة. وأنا من 2003 وأنا عندي منظمة وأعمل في يعني هذا المجال، مجال منظمات المجتمع المدني، وأعرف أكثر يمكن 90% من المنظمات أعرف هذا أصحاب الحقيبة مرات نسميهم. نعم. اللي يكمل مشروع شايل حقيبته، يكمل مشروع وخلاص انتهى سد المنظمة، مقاول واللي يعمل تطوعي. وجدنا أنه منظمات دولية تأتي اليوم لمنظمات معينة بالأسماء، ثلاث أو أربع منظمات نسوية لا غير، يعني إذا فاتن قدمت ما تأخذ منحة. نعم. إذا ست مناو قدمت ما تأخذ منحة. لو أرقى برنامج، أنا مقدمة دراسات وبرامج على مستويات عالية للتمكين من المرأة. شنو العيار اللي يقدمون به المنح لهذه للبرامج؟ حقيقة اليوم ظاهرة يجب أن يثقف، وأنا مسؤولة عن كلامي. نعم. يثقف لي ظاهرة الطلاق، أنه انتشر الطلاق بشكل كبير مثلا، أعملوا عليه. أوكي. حتى تأخذون برامج على قضية الطلاق، العنف، انتشار العنف بشكل كبير، يتحدثون بعنف. أنا مع إقرار هذا القانون، لكن ببنود معينة وبملجأ اللي ذكرته حضرتك. أنا كنت من مقترحي واللي تكلمت به مع مجموعة من النواب أن يكون برعاية حكومية وزارة العمل وبحماية أحسنت. الداخلية أحسنت. لأن أنا ما أتكلم عن زوجة حضرتك أو أتكلم عن ست منال أو عني أنا اللي وضعنا مستقر، وممكن أنا أتحدث عن حالة فردية ممكن تكون أفضل ما تبقى بالشارع تنام، دار المسنين ما يقبلها يا أخي، لأن أمرها وهذه عراقية أنه تكون في دار الإيواء أفضل. هذه الحالات دار الإيواء أيضا لازم بها ضمن المعايير. خليك أخرج دكتورة فاتن، روح للإحصائيات المحاكم دكتورة أستاذ أحمد، يعني المحاكم هل عندها إحصائيات وأرقام ونسب مئوية حتى يستطيع الباحث والأكاديمي من أن يتناول هذه القضايا ويوصل بها إلى توصيات وحلول؟ قد لا يسعفني وقت البرنامج أن أشكر حضرتك لدعوتي مع هكذا ناس بهذا المستوى والشرف بي طبعا، وأنا الآن يعني مطمئن على أبنائي في ظل وجود هكذا شخصيات في الأمام. أما ما يتعلق بشق سؤالك، الإحصائيات موجودة، أصبحت على يعني يعرفها المهندس قبل المختص في قانون في القانون وفي مجال القضاء. هذه الإحصائيات ما ممكن مثل ما قالت الست إحنا نقدر نعبر بها ونوصل بها إلى حل في ظل وجود منظمات تطبق أجندات عالمية. ما هي هذه الأجندة العالمية؟ كثير منا يغفل النظام العالمي الجديد اللي أسس إلى يعني تشظي الأسر واعتبار الفرد إمكانية السيطرة عليه أفضل ما تقدر السيطرة هذا على الأسر. هذا هدفهم، هذا الهدف الرئيسي. أي منظمة
تعمل من أجل الحفاظ على المجتمع من التشظي ومن الانهيار، لأن الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا حافظنا على الأسرة بالنتيجة احنا محافظين على ما ممكن تعمل. لكن في ظل وجود حضراتكم من الإعلاميين ومن القضاة ومن المحامين ومن المختصين، كل حلقة أكيد بها نتائج وتوصيات. طيب. فأني توصياتي إذا تسمحون جنابكم أنه نشد على إيد دكتورة فاتن وعلى كل المنظمات اللي تعمل من أجل الحفاظ على هذه الأسرة، من أجل تغيير سياسات بعض المنظمات الأخرى في المجتمع، باعتبار أنه الشعب هو مصدر السلطات والشعب ممثل بطبقاته المثقفة للتصدي لهكذا مواضيع. لأن أكيد أنت الفقر الموجود والعازة وال يعني تشغل الإنسان عن الإبداع. طيب. وهذا ما يرمي إلا الاستعمار. مو مهمة جدا صالح مبيان، حتى في الدقائق الأخيرة خلينا نوزع الوقت بشكل عادل. ست منال تحدث عن السوشيال ميديا، خلينا نعرج على الميديا. يوم حضرتش مقدمة برامج، المشاهد والمتلقي طالبش بأن توضحين المشكلة وتبينين أسبابها وتلقين حلول. صح. طيب الحلول هي هل من اختصاص الإعلامي، أم أن الإعلامي أو الممثل هو فقط يعرض المشكلة حتى يفسح المجال لأصحاب الاختصاص بأن يتدخلون؟ هو أصبح فقط يطرح القضية، يطرح المشكلة وما دا يلقى لها حل. ليش ما دا يلقى لها حل؟ لأنه ماكو السلسلة ما كاملة. حتى اليوم أنت حضرتك لو طالب بهذا الموضوع، أظل لازم على تواصل نفسك، ماكو المؤسسة ما راح تدعمك بهذا الشيء. زين، هذا الشيء، هذا الإرادة، دعم لوجستي، دعم مادي، دعم بالوقت، دعم بكل شيء، حتى تقدر أنت تكمل وتوصل الحلقة الأخيرة اللي هي الحلول. يعني أظل أنت متواصل مع الدكتور ومع الأساتذة مع هذه الشريحة، تظل أنت تلقى لك حل. بعدين آخر شيء تطلع للجمهور تقول لهم أنا لقيت الحل ووصلنا لهذه الحلول، حطينا خطة سنوية، خطة خمسية على سبيل المثال، على أقل تقدير وصلنا لهذا الحل. واليوم إحنا نبشركم يا مشاهدين، يا مجتمع العراقي، إنه إحنا وصلنا لهذه الحلول. لكن هاي الحلول راح يساعدوك عليها كمؤسسة، ممكن أن تحارب أنت من قبل مؤسستك، ممكن أن تحارب وأكو تلكؤ من قبل مجلس النواب إليك، ممكن انت كاعلامي تحارب يقولك ليش قاعد تساعدهم انت في هذه القضيه. انت تسكت، انت لانه اعلامي تسكت، انت لك صوت وممكن راح يسمعوك، لك مشاهدين راح تسكت. احنا جربنا كثير من في سنه من السنين، اني حاولت افتح ملف موضوع امراض سرطان الاطفال في مره من المرات، والموضوع كلش تعاوننا مع المؤسسه نفسها، المؤسسه اللي انا اعمل بيها، واتصلوا بيها، كانوا لبنانيين، اتصلوا بيها قالوا منال أرد على هذا الموضوع. رحت بعدين لما بلشت تجيني الملفات والفايلات والفساد الإداري والمادي والإنساني، وشلون التجارب العلاج والتجارة وصلت حتى بالأطفال اللي بيهم أمراض الكانسر، وصلت التهديدات لنا، إلا أن ضغطوا على المؤسسة ولحد ما احنا سكرنا هذا الموضوع. مع العلم كان احنا رايحين نحل قضية مهمة جدا بالمجتمع، نفس القضية اليوم، فلازم احنا نشوف لنا حل ونظل معهم، احنا نظل مساندين لهم. لربما واحدة من هذه المعالجات هو خلق الشراكات بين السلطة الرابعة مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، والسلطة الخامسة مثل ما تفضل الدكتورة فاتن. لربما على المستوى الشخصي انه عقدنا كثير من الشراكات بين حملة المادة 57، منظمات المجتمع المدني، عقدنا ندوات مع الإعلام أكثر من لقاء وكذا. هذه العلاقة التشاركية بين أطراف القضية والإعلام والسوشيال ميديا ومنظمات المجتمع المدني تؤتي ثمارها، نوصل صوتنا، نلقى لنا حلول. إذا توفرت النية الخالصة، إذا أبعدنا أصحاب الغرض الدنيء عن هذا الغرض السامي، نعم نوصل النتيجة. تعرف الدكتورة إحنا يعني لقاء واحد، ومرة يعني فرضية حقوق الإنسان أجرت زيارة راقية إلى محكمة الكرخ حتى تشوف الحالات، اكتشفت بأنه أكو فد إخلال بالإنسانية في عملية المشاهدة. المشرع العراقي مقصر من 35 سنة ما ننظم عملية لقاء الطفل بأهله. فإحنا من نريد نطرح الحلول، سيد القاضي يمكن الباحث أنت في لقاء على قناة العراقية، الجانب المختص، القضاة اللي ممارسين هذا العمل من 25 سنة يعرفون أنه قانون الأحوال الشخصية لمنظم العلاقة داخل الأسرة قانون مهترئ قديم يحتاج إلى تعديل. صح. الطلقة الرحمة اللي أساءت إلى الأسرة العراقية هي استخدام الطفل في هذا النزاع. اليوم يجون لا تكون هذه النزاعات، يبقى الأب محافظ على أسرته لكن لا يقبل بأنه ينكر من ابنه، وبالتالي يصير تحريض
يعني احنا عندنا جيل محرم. استاذ باسل يعني هو المربي خلينا نقول لانه الاب والام هم في نفس المنزل مرات ايضا التحريض يشمل الطرفين. لو كان الحاضن الاب تجاه الام انا بالنسبه لي انا جاي ادافع عن الاسره وعن الطفل بالدرجه الاولى. لما تكون هناك سلطه مطلقه للحاضن ايا كان والحاله الزوجيه قائمه راح يستخدم الطفل كسلاح منفلت كسلاح ممنوع دوليا. فالدوله الوحيده بالكره الارضيه اللي تسمح لذلك وما عدا قانون يمنع تحريض الطفل ضد ابوه او امه هو العراق. لذلك احنا بحاجه الى قانون يواكب التطورات. قانون الاحوال الشخصيه لازم يتعدل، المادة 57 لازم تتعدل بالشكل الذي يسحب الطفل من هذه النزاعات المريرة، إضافة إلى ذلك تفعيل دور الباحث الاجتماعي. اليوم أنا وصلوا للباحث الاجتماعي والقانون ما يحترم دوره، لازم يكون المصد الأخير حتى لا تفكك الأسرة. أستاذ باسل والضيوف الكرام نرجع إلى ما بثيناه بالبداية من استطلاع لآراء المتابعين وخلي نشوف النتائج اللي ظهرتنا بعد أن سألناهم. هل تعتقد أن إحدى أسباب زيادة حالات الطلاق في العراق هي مواقع التواصل الاجتماعي؟ كانت الإجابات بنعم 71%، 25% قالت كلا، و 4% تحفظوا على الإجابة. ضيوفي الكرام الدكتور فاتن الحلف، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التوضيحات والإثراءات، والزميلة الأستاذة منال المعتصم سعيدة أن أكون معكم شكرا جزيلا لحضرتك، الأستاذ أحمد الشهاب الخبير القانوني شكرا جزيلا لجنابك على هذه الإثراءات وعلى الشعر قبل البرنامج، ريت شعر بعدي بعد البرنامج والأستاذ باسل الشرقي أضو حملة المادة 57 شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. ممثل الحملة وأضو الحملة الصديق والحبيب، حياكم الله مشاهدينا الأحبة، في أمان الله.